برنامه خزينة قرآن قرآن پیام خدایه دستور جیانه بهارا دلایه بو همی مروباتیه بو همی سردمکیه معجزه حتی روژا دماهی که خزینه قرآن جا آماده کنو پیشکش کرنا ما مستا عبدالباری زبر بمینن دیگل خلق عبرو بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. وصلى الله وسلم وتبارك على النبي الأمي والرسول الخاتم محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه وتبعه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خوشحال بختورم كو أمجارك دي قهشتنا في إيك ببيش كشكرنا خلقكاني جبرنامه هوا خزينات قرآنه خلقا أبرو أجر خدي حسكت ديجين إدقال دعاء وغازية پیغمبر خود ایوب علیه السلام و على نبینا الصلاة والسلام وقتی دعا کری و گوتی اینی مسنی الضر و انت ارحم الراحمین نوکجی دو پیگ و گهدار بین بو آیت 83 و 84 اش سورت الانبیاء والدفرا اگر خود حسکا دی گهدار بین بو آیت 41 حتى 44 السورة صاد. بسم الله الرحمن الرحيم. وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين. بسم الله الرحمن الرحيم. واذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربه أني مسني الشيطان بنصب وعذاب اركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب ووهبنا له أهله ومثلهم معهم رحمة منا وذكرى لأولي الألباب وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث
إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب. بل يا جلي قهدارا أيوب عليه السلام وعلى نبينا الصلاة والسلام بغمبر خديبو أجذرية إبراهيم الخليل بو خدي جل وعلا مالك الزور ذريتك الزور خير وخيراتك الزور قلبي بيغمبر خو كربو وأف بيغمبر حني قالك حش خيرات كر قالك حش صدقات كر قالك حش هندت كر كديني بيش خلكي ذا بدات وقالك حش هندت كر كهاري كاريا فقير وحجار وندارة بدات بردوام أبا كاري بيبو هندك مفسرت بيجن جيوي جهشت 7 سال وقته جهشت يوي 8 سنين خدي جل وعلا هندك مصيبة وهندك نخوشي ودراب الطنق إنانا بشوي يا ايكي كسوكارتوي حميتشون كرو كتشتوي كسوكارتوي حميتشون إلا خزانوي نبيت جنكوي نبيت ودبرا بويمان مالوي ثروت و سامانوي حميتشو زيدباري ويچنده نخوشي كفتلشوي ايش و الم تنه دلوي ماساخ و قل ازمانوي اوه ببتنه مان دل و ازمان جسموي همي كفتت نخوشيه دا نشيال جه خرابي ويري برامبر وان نخوشيه برامبر وان مصيبتا اوي آرام گرد بهنا خفره کرد بردوام ذکر خودت کرد بردوام یه شاکر بو یه صابر بو بردوام هواراوی بو خوده بو اوی دزانی که اف مصیبت اف نخوشیه ابتلاء امتحانه دو او بیتا اختبار کرن خودی 7 ساله صحت و عافیت و نعمت خو گلوی کرن اوی دزانی اف چند هنه که اوه امتحانك او اختبارك او ابتلاءك شدف خده و بوي اف مصيبتت هنه تلشوي دا قلبي مان هندك بيجن 18 سالة كفتت نخوشيه دا تن خزانوي ماد قل دا خزمتاوي تكر خزانكا قلك وفادار بو افرتكا صالحة بو 18 سالة ما تخزمتا ظلام خدا وقت نساخ كفتي بيجن وقته بوی چو نما چو هزوشیان اتلشه ویدا نما آها هنگی دعا خوب کر هوارا خو بلن کر خوده گازیا خو بلن کر با عسمانی و چو گوتی و که قرآن گوتی و ایوب اذ نادا ربه انی مسنی الضر و انت ارحم الراحمین هر وصا سورة صاد وكما قهداري كري تقولي واذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربه أني مسني الشيطان بنصب وعذاب أفا دعا يويبو أفا قوزي يويبو دعاك قوزيك تنبو خده تجي أدب واحترام وتخدير تجي هيفي ورجا برحمة خده وبتني بحسي حالي خكر نقولي يا ربي خديتو شفاي بو من فريكي يا ربي خديتو شارة سريا من بكي نا قلتي يا ربي خدي ايشو ألم نخوشيت جهشتين من أفحوالي منه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين أفدعو يا ويب نقولي شفاي بدا من بلي مقصدوي بأوا كخدي شفاي بداتي بس ازمانه وی حسا آخفت ادبا وی گل خوده حسا بو دعا بخو کر بحال خو که حال وی چیه گلک علمات بجن آها اوه اسلوبا که گلک راقیت دعای شوازا که گلک تازه وی جوان امروف حال خو بخوده بجید گازی آخو بلنکت بخوده و گل خوده خو پاق وید و حال خو بخوده بجید و بجده یا ربی خوده و انت ارحم الراحمین وتوي حوالي مدبيني
قرآن بيروس چه صورت انبیاء بید یا صورت صاد بید وقتی چه روک ایوب علیه السلام بما اتبحست کت گیف دعای مباشرتا دبجید فستجبنا له خود اکسر دعای وی قبیل کر فستجبنا له فکشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين. سورة صاد بجد أركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب ووهبنا له أهله ومثلهم معهم رحمة منا وذكرى لأولي الألباب وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب. هما پشتی دعای اکثر خوده قبیل کر نخوشی نما افن سخیهانه کلشوی دا در کفت ارکض برجلی که یعنی پیخول عردی بده کانی که آبه یا آبه تازی در کفت خوبه بشو او وخو هندک علمات بجن دو جه ها پیخول عردی دا جه اکی خوبه ششت و جه اکیش اف کانی هنه اف آوه هنه وخور دا ببیت شفا بو هنافه توی چون که خوده ها جل و علا بجید هذا مختصل بارد و شراب کانی که اکی خوششت و کانی که اکی آف وخور خوده ساخ و ساخلم کروه چو ایش و علم نمان و دبیشن خوده جل و علا کراسه که تاسه و یه جوان کره بروی بله و خوده کسو کاری توی همی دانفوی. هندک مفسر بیزن کسو کاری توی ساخ کرنه با. هندکیش بیزن نخیر خوده عیال نی داه. وف عیال هنه بوی ما او گلک زیده و مشبون. شخیزانوی او وفادار. او تحمل گلوی کری. خوده ذریه تکا نی داه و او کروک چه صالح دانوان. او نتیجه صبری بو. نتیجه بین فرهیه بو نتیجه تحمل بو نتیجه هنده بو که گازی آخو بس بو خوده بلن کر بو عبدا بلن نکر تنه پیوندی آخو گل خوده بر دوام کر و داخازا بین فرهیه و داخازا بر فرهیه و داخازا خوشیا بس الخوده کر اذ نادا ربه ها هر دو آیت آتیدا و ایوب اذ نادا ربه آیت هدیکت بجید وذکر عبدنا ایوب اذ نادا ربه گازی خوب خوده بلنکر تنه و خوده جل و علا برسباوی دا و چار سریاوی کر کسو کارتوی بوزف راندن مالوی داوه زیدهی و مضاعفه و مثلهم معهم اها پشتی نخوشی ها پشتی ایش و علم ها خوشی برفرهی کیف خوشی سرفرازی یا دنیای و یا آخرت بله گلی خوشکبرایا نکجی بگ ودا گشتا که بکن بنا و دعا هنه صورت الانبیاء ما گوتی آیت 83 وقت خودی جل و علا سر ازمانه ایوبی بما و دعا هنه ودگری تود بیجی و ایوب اذ نادا ربه انی مسنی الضر و انت ارحم الراحمین دست بیکی و ایوب يعني أي محمد صلى الله عليه وسلم بحسي بغنبري خده بك أيوب عليه السلام هر وصل صورة صاد ما بخند واذكر عبدنا أيوب ها أي بغنبري خده محمد صلى الله عليه وسلم بخلكي بحسي أيوب بك كعبد خده وقت قلت عبد خده هذا بلندرين مرتبة عبدينيه يا مروفة بخده چو خود جل و علا گوته پیغمبر خو
سبحان الذي أسرى بعبده. وقت خد اعتراف كر وإقرار كر كمحمد صلى الله عليه وسلم كأيوب عليه السلام عبده خديه خلاص أبا بلنترين مرتبة أبوديته أبا يعني قدر رزت وقلق بلندن خديه ثناء حمده تقديره ببيغمبر الخو عليهم الصلاة والسلام. وأيوب يعني واذكر عبدنا أيوب وقت خديه أفنخو شئين أن يبسري مالوي سروت صمانه وی همی تیچو که سوکارت وی همی تیچون صحتا وی نما نخوشی ایش و علم هات نتنف لشوی دا و بتنه دلوی و ازمانه وی ماساخ و صبر کشا و تحمل کرد به نخو فرکر اذ نادا ربه هنگی وقته گازی اخو بلن کر بخوده اذ نادا ربه ولجا الى ربه گازی خدای خوکر انی مسنی الضر بله ای خدای برزو بلند نخوشی ها گهشتی من دردک گران اسی گرتیم هماتن اوابو بله بس گوتی انی مسنی الضر خلاص وکو ما گوتی اوی دعا حال خوکر وضع خوب خوده گوتی حال را نگوتی فشفی عنی نگوتی يا ربي خد دبو من شفاي فريكي قال من دولة منت كيابا كسكارت من بين يابا نا بتني قوتي أني مسني الضر بلي راس عبد بيجي كتو شفاي بو من فريكي بس بعزمان وانا قوتي هروصا دي فرا قوتي وأنت أرحم الراحمين وتوجي همي دلوفانان دلوفانتري بيقومان خد أرحم الراحمين ورحمتي وسعت كل شيء وما بكم من نعمة فمن الله بلي هر خدية دي برحمة مدوبات هر خدية جل وعلا دي بچوفي رحمة بچوفي دلوفانية دي سحكة بن يدخو عبد يدخو يتصابر يتشاكر فيري هشتي وسيل سورة الأنبياء قوتي أني مسني الضر سورة صاد قوتي أني مسني الشيطان بنصب وعذاب نخش يخوها بتسر شيطاني مع العلم بقدره ويستو إرادة خديع إرادة خديع السربي بس ليرا أدب قال خديع جل وعلا وبيغمبري خديع وعبدي خديع أفخرا بيها بتسر شيطاني أني مسني الشيطان آيات هشتوسيل الأنبياء هروسا نقوتي يا ربي خذ أبتا يبصر من إناي نا قلت أني مسني الضر ها نخشيا قشتيا منها مو بس سورة صاد قلت أني مسني الشيطان بنصب وعذاب وفي تسر شيطاني أبا هنا شيطان يبصر من إناي خذ جل وعلا بشتي ذي هما رأسا وقت أفدعا أكري فاستجبنا له خذ برسفاوي دا إنما دعا وقبيل كر فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وفرج كربته أو دردي قرتي مجيدا باش ما أو نخشي سروي لادا ما صحة عافية دا بجارك وديكا ما ساخو ساخلام كرابا هروصا وآتيناه أهله ومثلهم معهم كتشو كريتوي ذريتوي همي بزفران وكما قلت هندك بيزن ذريتك نيدايه وزيدتر اشكروك جيتويت برينوكا اويت نموين عندك ايش بيجن بلكو خده همي ساخ كرنبا ويت نيش دانه ومثلهم معهم ابا رحمة من عندنا بلي چونك ويقوتي وانت ارحم الراحمين خدش قوتي با ابا اش رحمة منا اش دلوفانيا منا رحمة من عندنا سورة صاد خدي جل وعلا تقولي رحمة منا وذكرى لأولي الألباب فيري قلتي رحمة من عندنا تفضلا من الله ومنا رحمة خديبو بأيوب عليه السلام كصبر كيشا ثبات سلفي مصيبته بردوام هواروي بخديبو خوشكان بخدي
خذليل كر بخوده هوار خوبتنه بخوده بلن كر خودش رحم ببر خوده برسباوي دا اف چندهنه خوده جل وعلاد بجيت رحمة من عندنا وذكرى للعابدين دا عبادت كر بيرا خوبينن بهنا خفره بكن هر وكوچه و ايوبي عليه الصلاة والسلام بهنا خفره كر اجا خوده صحة وعافيات دابه وهر وصا سروة صامانوي وكسكارت في همي بزفراندن ذكرى للعابدين اكش علماء بجيت اجبنا دعاءه ما برسبا غازيوي دا وفعلنا له الخيرات وما افخيرو قنجيات قال كرن من اجل رحمتنا بله افش رحمة خديبو هر وصا وليكون عبرة وعظة لغيره من العابدين دببتا بير إنانك شيرتك موعظتك بهمي عبادتك بخمتش حتى يكون لهم قدوة دا أيوب عليه السلام بوان ببيتا قدوة بوان ببيتا بيشنك بوان ببيتا شافليكر ودا عبدت خده بنيت خده بردوان بن سر صبري سر شكرا خده جل وعلا وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب أجر خذي حسكت بشتي ذي نظبري ذي آيات هني درونه يكا زيدات الدين السري بلي قالي خشكو برايا امد بردوامين اتقال بيغنبري خدي ايوب عليه السلام وعلى نبينا الصلاة والسلام ام قهشتنا عندك خدي جل وعلا شفاء ويدا وإيش ألم بوين هيلاين وصحة عافية دافي وكبري جوانتر وطازة اللي هاتفا خدي جل وعلا وما بحسي هند اتكت اتبجيت ايوب عليه السلام وقتي نساخ تشتك كفتا ما بيناوي وخيزاناوي وحفجيناوي ليتو ربو ديار بو خيزاناوي كارك كر اوي بينا خوش بو افكاري هني هندك بيجن كزيت خو فروتن برانبر خارنه دخارنه بو ايوب عليه السلام بيني اويش قد بو اوي كاري هني نكا خو محتاجي وان كاري هني نكا انوال خو نكا كو تو كزيت خو امبر چا خو ده خارنه و بمن بینی وقتی ویش اف چنده هنه کر لی تو ربو او گوتي اگر اس چه ببمه و وعد بیت اس صد جلدال انقام چیا التبده کرسین سر خو خود جل و علا ارحم الراحمینه گوتي رحمتا من عندنا ما افتشتاقل کر رحمة منا وذكرى لأولي الألباب ما رحمة خوب بيدابر هري خود جل وعلا دهيلي عبد أخو أيوب عليه السلام ويشم دهاني بكت نخير خود جل وعلا كرمة كاديكا نعمة كاديكا قلويكر قوت أيوب عليه السلام أنكو قوت أيوب عليه السلام بوفيسين دهاني تدهندك دار كائني گرزك داركا ده ايني صد دارك و ده خربكي ده كي گرزك و ايك جار ده الهفجينا خوده فضرب به ولا تحنث ده سندات بطال لبيت ده سندات خاري ابوه ريكي خوده جل وعلا ابوه رحمه خوده ده سندات سرتناه لد و ده تعفكت قوته وخذ بيدك ضغثا فضرب به ولا تحنث أباش هر نعمة خده بو بوي أباش هر رحمة خده بو بوي إنا وجدناه صابرة عبدك صابر بو بينفره بو أيوب عليه السلام نمونا صبرية نمونا تحملية هر كساكي بذيب فيرا صبر بيت سحكتا تشيروك أيوب عليه السلام
هر کس اکید وید بخو بزانید صبر چیه؟ تحمل چیه؟ بینفرهی چیه؟ بلا جیان نامه ایوب علیه السلام بخوینید. بو نمونه، بو مثل تیتا گوتن صبر ایوب. و حتی قیامته اف چی رو گهنه ده دوباره بید و اف پنده هنه ده بیت عبرتک و ده بیت شیرتک بو مهمیه. نعمه لعبدو انه اواب. خدا جل و علا تسکیه وید کرد چه خوش بنده. سبحان الله، خدا جل و علا وی کرمه وی نعمته گل عبده خوب کد گل پیغمبره خوب بجی چه خوش عبده، چه خوش بنیه منه، نعمه لعبده، باشترین عبده منه. انه اواب، بله بردوام او توبه به مجیل بو، بردوام استغفار بو، بردوام گازیاوی بو خوده بو، گلک زفریه و پال خوده جل و علا، خوشی و نخوشیت خدا بردوام خوده البیراوی بو. اوه سرخات یه هنه و اوه دعای هنه که خزینه که اش خزینت قرآنه، گلک پند و عبرت و شیرت و درس تیدا. هم دی اما جب دو درسا کن، انکو دو عبرتا. عبرتا ای که شیراتا ای که موعظتا ای که اوه کمروف بیتویل سر مهمیا بردوام هوارما بخوده بید. اللجوء الالله و ان یملأ قلبه اعتقادا ان لا مجیب له الا الله. دلی خود تجیبه باوریه بکی که اوه دب هوارما هد هر خودیه هر الله دب هوارما هد و دیما قرطار کد نخوشی و برطنگوی و همی نخوشی جیانه. فی سرائی و ذرا برفرهی وقتی برطنگوی، فی العسری و اليسری و المنشطی و المکرهی. ما پی خوش بید اما پی نخوش بید، ما هبید اما نبید، همی وقتی خوشی و نخوشیه، دانه و ندانه، ما پی خوش بید ما پی نخوش بید افوازه هنه اوید به حواره مهد هر خوده یه و اب دعاه هنه و اف اعتقاده هنه ده خوشیه که بین فرهیه که طمعنینته که ده هاوی تدل مروفی ده و ده ول مروفی کد که مروف اوی آستانگو هنه اوی درابه هنه شوازه که ریکو پیک که خوده چواد بید مروف درباز کد. جیان امروی به مستقر بید، نفس امروی ده به مطمئن بید. وقتی مروف گشت و باوریا هنه که خود تنه ده به حوار امروی هد، اوه عبرات ای که سرحاتی ایوب علیه السلام و علی نبینا الصلاة والسلام. عبرات دویه و درس دویه صبر گرتن سر نخوشیه، صبر گرتن سر بلا و مصیبته، صبر گرتن سر اجدازدانا کسوکارا، اجدازدانا سروت و سامان. بلان باش بزانین ام همی اف صبر گرتن هنه، اف آرام گرتن هنه، اف بین فرهیه هنه، خیره کم مزن، سرفرازیه کم مزن یا دیفراحی. پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرموده که خدا گلک جوان به چنده هنه بو من بحست کد بشته حواله که خو بشتي واعلم أن في الصبر على ما تكره خيرا كثيرا. بشتي بزانا الصبر قرتني دا، آرام قرتني دا، سرتشتكي كتبين خوش بيد على ما تكره خيرا كثيرا، خيركم مظنياتي دا. وأن النصر مع الصبر، سركفتنا هنقو اتقال صبري دا، صبري بكيشن خودي سركفتني دا توا، صبري نكيشن سركفتن دي باش كفيت. وأن الفرج مع الكرب، قلب صربانا آقا داربن بلا بوهنقو معلوم بيد برفرهي اتقلنا خوشي دا ها بيغنبري خده بمات بجيت. وأن الفرج مع الكرب واختي دراف طنقبون بزانا خده جل وعلا دي فكت دي برفرهي. وأن الفرج مع الكرب وأن مع العسر يسرا، واختي
برطنگاوی هاتن خودی ده برفرهیاش فریکت و ان مع العسری یسرا هفرمودش امام احمد بوما روایت تکت بله گلی گهدارا بوی چنده هنه ام هاتین دو ماهی که خلق افرو یا برنامه هوا خزینه قرآن بری خاطر خواستن امیج ده دستت خوب بلنکین و ده هوار و گازی خو گهینی نخود جل و علا و ده بیجین اللهم یا ربنا انا مسنا الضر وانت ارحم الراحمین اللهم یا ربنا انا مسنا الشیطان بنصب وعذاب اللهم انا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة اللهم انا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا واهلنا ومالنا اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا اللهم احفظنا من بين يدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ونعوذ بعظمتك أن نختال من تحتنا وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.